موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة حول السيرة النبوية، عنوانها مأساة بئر الرضيع. ففي السنة الثالثة أيضا وبعد معركة أحد على التحديد، حدثت مأساة بئر الرضيع. وهذه المأساة كانت لسرية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم لاستطلاع أخبار قريش، وأمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عاصم بن ثابت رضي الله عنه، فعلم بهم قوم من هزيل، هزيل قبيلة كبيرة جدا، فحاصروهم. ثم كان هناك مجادلات بينهم في أثناء الحصار، فأعطوهم العهد والميثاق ألا يقتلوه على أن ينزلوا. فنزل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن مكانهم، لكنهم غدروا بهم وقتلوهم جميعا تقريبا، وأسروا منهم زيد بن الدثن وخبيب بن عدي رضوان الله عليهما، وباعوهما لكفار قريش. فقامت قريش، وهكذا يختار الله سبحانه وتعالى من أوليائه الشهداء، كما قال الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. اللهم ارض عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.